أزمة كورونا والمبيعات خلال الفترة اللي فاتت كانت عاملة زي من شهر 2 لحد النهاردة في شهر 9. أزمة كورونا طبعا كلنا عشناها وكلنا شفنا تأثيراتها على الناس في كل المجالات، وتعددت التأثيرات بأكتر من شكل. تعددت التأثيرات بسلوك المستهلك اللي اتغير، ناس كتير جدا سلوكها اتغير في عاداتها الشرائية وخلافه، فده كان مؤثر. مؤثر تاني كان مواعيد العمل، احنا شفنا كان في عندنا مواعيد الحظر، فبقى المواعيد بتاعة ممارسة العمل اختلفت فالناس اتغيرت عليها. حاجة تانية الانتظام السبلاي تشين او انتظام العمليات الامداد وخلافه. حاجة رابعة في اصابات كانت بتحصل لبعض السبلايرز وبعض المصانع، فكان بناء عليها في مصانع بتقفل لفترات معينة علشان الاصابات اللي موجودة وخلافه. حاجة خمسة من المؤثرات أولويات، الناس النهاردة بقى عندها أولويات معينة بتتعامل معها وبناء على أولويات بتشتغل. فكمية المؤثرات اللي كانت بتؤثر على حجم السوق ضخمة وجبارة وعمر ما حد مننا شافها قبل كده. إنما في حالة النشاط بتاعنا احنا كناس بنشتغل في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كنا يمكن أفضل حظا من أنشطة أخرى، لان احنا النشاط بتاعنا ما تمش الاغلاق الكامل ليه زي ما تم مثلا في الكافيهات والمطاعم والمنشآت السياحية وكده. فلا احنا كان عندنا فرصة ان احنا بنشتغل في عدد ساعات معينة من اليوم. الحاجة التانية احنا بنشتغل في اساسيات، يعني النشاط والصناعة بتاعتنا هي صناعة اساسيات وليست كماليات، لان محدش يقدر يقول يعني النشاط اللي احنا بنشتغل فيه كله، هي التلاجة تعتبر كمالية، هو التلفزيون يعتبر كماليه، هو الموبايل النهارده يعتبر كماليه، فما فيش اي منتج من المنتجات اللي احنا بنشتغل فيه ده يعتبر كماليه على مستويين. على مستوى الاحتياج الاولي، لو حضرتك حد بيتجوز استحال حد هيتجوز من غير الاجهزه اللي موجوده في البيت، او حد عنده منتج والمنتج باظ. يعني انت مثلا لو عند حضرتك لو الثلاجه في البيت باظت ومش هينفع هتعملي ايه؟ تقولي لا والله بقى استنى شهرين ثلاثه على ما اجيبها. لا، مضطر تجيبيها نتيجه الاحتياج. لو حد مننا موبايله وقع باظ، ما حدش هيروح البيت من غير ما يروح يشتري موبايل جديد. يعني ما حدش يقول ايه طب استنى بقى شهرين كده وان شاء الله ربنا يوفقني اروح اجيب موبايل، مش هتحصل. فاحنا بنشتغل في اساسيات، فاحنا التاثير اللي كان موجود عندنا كان اقل من انشطه تانية كتير. نتيجة العاملين دول، نتيجة ان احنا لم نتعرض للاغلاق الكامل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين زي ما قلت حضرتك ان احنا بنشتغل في اساسيات مش في كماليات، فدي جزئية تانية. الجزئية التالتة ان احنا الحمد لله برضو كان عندنا الموضوع الاونلاين موجود ومتوفر جوه الشركة بقاله فترة كبيرة، والحمد لله يعني من المعروفين في المجال دوت. فاللي كان بيبقى مش قادر ينزل او عنده او خايف ينزل او ايا كان، كان بيلجأ للاونلاين اللي كان موجود عندنا، فسند الدنيا معاه. مليون في المية حصل تأثر وحصل بعض الانكماش، وخصوصا في شهر ابريل ومايو وجزء من يونيو، وبعدين ابتدت العملية مع تخفيف القيود مع الوضع العام اللي احنا شفناه، ابتدت الامور ترجع تاني لمجراها الطبيعي.